قال الله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الطلاق حكم من أحكام الشرع الحنيف، ذكر في كتاب الله تعالى مرارا، وهو حبل لحياة قد تصبح بين الرجل والمرأة مستمرة على نحو من الشر والأذى، لا على نحو مما أصل لها وأريد لها أن تكون قائمة على المودة والرحمة. فإذا تعسرت الحياة وأصبح الأمر شاقا بين الزوجين، فإن الله تعالى شرع الطلاق حلا لهذه الحياة العسيرة التي صارت نوعا من المشقة على كلا الطرفين أو على طرف واحد. أحيانا قد يكون الزوج راغبا والزوجة غير راغبة، أو الزوجة راغبة والزوج غير راغب. كذلك إذا كانت الحياة قائمة على نفور من أحد الجانبين فلن تستمر ولن تستقر إلا على مضض وكراهية. فشرع الله تعالى الطلاق حلا لمثل هذه الأمور، ورغم أنه حل إلا أنه لو كانت سبل الإصلاح قائمة فينبغي استخدامها إلى آخرها تجنبا للوصول إلى هذا الحل الأخير وهو الطلاق. هذا أصل مشروعية الطلاق، حل لا لعب ولا تسلية ولا كلمة تطلق عند الغضب والضيق. فالطلاق إذن إنهاء لحياة قائمة لكن فيها مضارة بين الطرفين كليهما أو بين أحدهما. أما أن يصبح الطلاق لعبا وتساهلا أو كلمة تتردد على الألسنة كلما غضب صاحبها أي الزوج، فهذه مصيبة حلت بنا المسلمين، نحن المسلمين، منذ زمن ليس بالقصير. يغضب الرجل من زوجته فيحلف عليها بالطلاق، ويتضايق منها لسبب تافه فيحلف عليها بالطلاق، وقد يكون لاعبا مع بعض أصحابه في جلسة فيها هزء وسخرية فيحلف على زوجته التي في البيت بالطلاق، وقد يكون يبيع سلعة أو يشتريها فيحلف من أجل إثبات السعر وثمن السلعة بالطلاق، وقد يكون متحاورا مع إنسان فيتضايق منه فيحلف على ذلك بالطلاق. كل هذا مما لم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا. ما هذا الذي حل؟ لما أقدمت أيها الرجل على الزواج ألم تسمع لما عقدوا لك العقد: زوجتك على كتاب الله وسنة رسول الله؟ يعني أن هذا العقد أقيم على الشريعة الغراء وليس على التساهل والانحراف والاستهتار بعظمة وأهمية هذه الكلمة. فلماذا يستهتر الأزواج بعد هذا بمثل هذه الكلمات؟ ثم إذا طلق يندم، وقل من لا يندم. الطلاق كما قلت شرع حلا، والحل لا تندم عليه. أنا ما عدت أستطيع العيش مع زوجتي ولا هي تستطيع العيش معي، فحللنا هذا لكي لا نعيش في نوع من المشقة والعنت. أما أنا لا أريد أن أطلقها لكن فعلت، عصبت يا أستاذي. طيب إذا عصبت تطلق؟ هذا هو الحل في رأيك أنت أو في رأي أي عاقل، أنني إذا غضبت الطلاق هو الحل؟ قال: هي طلبت مني. طيب لو طلبت منك أن تقتلها كنت قاتلها؟ قال: لا، لأنه شيء لا ينبغي أن أفعله، وهذا شيء لا ينبغي أن تفعله، وإن طلبت منك وإن كنت مفعلا وإن كنت متضايقا. وأيضا يأتي الأزواج ليعتذروا فيقول: إيه ما كنت متضايق جدا، معصب الغاضب، لا يقع عليه طلاق، لا يقع عليه طلاق. هل يطلق الرجل في الأعم الأغلب بشكل عام بين الناس إلا وهو غاضب؟
ويترك الطلاق لما يكون حلا فعلا؟ في الأعم الأغلب أنه يكون غاضبا فيطلق. لم أسمع إلا نادرا بزوج كان يجلس أمام زوجته في حالة من السرور والحبور ثم قال لها: أنت طالق يا عزيزتي. هو غضبان، طبعا غضبان. فإذا اعتذر إنسان بأنه كان غضبان لما طلق فهذا ليس عذرا له. كل أكثر الناس يكون غضبان لما يطلق، وهذا ليس عذرا، فطلاقه واقع. أما الاستهتار الذي أتكلم عليه الآن، أن يصبح الطلاق يعني شيئا تلوكه الألسن، شيئا يستهتر به الرجال، شيئا لا قيمة له عند الناس، فينبغي الضرب بيد من حديد على كل هؤلاء الذين يستهترون بشيء في أصله قائم على كتاب الله وسنة رسول الله. لما يستهتر الإنسان بهذا الكلام يقول لك: إيه ما أصلي، ما انتبعت، ما أدري إيش، ما أدري إيش تجري على لساني. أي كلمة تجري على لسانك هذه؟ أي كلمة تجري على لسانك أن تطلق امرأة هذا إذا كان غضبان منها؟ أما الذي كما قلت يطلق وهو يلعب وهو يهزل وهو يتبايع وهو يشتري وهو في ذوقي وهو مع أصدقائي، فأي ذنب لهذه المسكينة التي ترمي عليها يمين الطلاق ثم ترجع لمعاشرتها وقد حرمت عليك وهي لا تدري بما حلفته أنت؟ مشكلة، هذه مصيبة يفعلها كثير من الرجال الآن كما قلت، ثم يشعر بعضهم فيأتي نادما. طيب ماذا ينفع الندم بعد أن طلقت؟ يطلق الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والعاشرة ثم يقول: أريد حلا. أي حل لك؟ أي حل لهذه المصيبة التي صارت بين المسلمين أمرا مستهترا به لا قيمة له عند كثير منهم؟ سبحان الله العظيم. علي الطلاق ما سويتك، علي الطلاق بدي اسويك، علي الطلاق رسمال عليك. لك أي طلاق يا رجل؟ أنت تلعب بكلام الله؟ الله تعالى سمى سورة في كتابه باسم الطلاق، فهو أمر عظيم، كما أن الزواج أمر عظيم فالطلاق أمر عظيم أيضا، إنهاء لحياة كانت قائمة لسبب وجيه مهم وليس تلاعبا واستهتارا. فما يحدث يا أيها الأحبة بين الناس اليوم مصيبة كبيرة. أعرف بعض الناس ممن هو ملتزم بالدين ويحافظ على لسانه أن يتفوه بالفواحش، يعني ما بقول الكلمات البذيئة التي نهانا عنها الشرع ولطالما نبهت على أن بعض الناس يقع فيها، لكن عنده الطلاق سهل، ما بحكي كلام بشع، أعرفه، لكن طلاق سهل، يتضايق من زوجته: الله عليه طلاق، أنت طالق، روحي أنت طالق. طيب هذه الكلمات بذيئة صعبة على نفسك وهذا أمر جيد جدا، لكن طلاق ليس صعبا على نفسك؟ سبحان الله، سبحان الله. ثم يذهب إلى الأول فيفتيه، ويذهب إلى الثاني فيفتيه، ويذهب إلى العاشر فيفتيه، ثم بعد ذلك ما أدري كيف يفتونه وكيف تتم مراجعة هذه الزوجة فلست أدري. سبحان الله العظيم، هذه مصائب يا أيها الأحبة تحل بنا. ثم إذا طلقها أكثر من ثلاث وكان الطلاق واقعا ويبقى معها كأنه زوج لها، على أي أساس؟ الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف يعني بعد الثانية، أو تسريح بإحسان عند الثالثة. أما بعد الثالثة فليس هناك شيء، هذه حرمت عليك إلا أن تتزوج بمحض إرادتها وتعيش مع زوجها ويطلقها بمحض إرادته لا باتفاق بينه وبينها. فإذا أردت حينها أن ترجع إليها بعقد جديد فلا حرج. سبحان الله، لكن أين يحصل هذا؟ كله يحصل بالانحراف والتلاعب على أحكام الشريعة. لماذا؟ لأنه تسرع، لأنه غضب، لأنه فعل، لأنه تلاعب، لأنه تساهل. هذه مسائل لا يتساهل فيها المسلم أبدا أبدا. قلت مرارا: لو أنني أقف أمام رجل ذي قيمة من الناس، صاحب نجوم على كتفي، أستطيع أن أضربه أو أشتمه؟ قال: أخشى منه. إذا اخشى من الطلاق يا أخي،
يخشى من الطلاق، أنت لا تريد أن تطلقها، ثم كلما تضايقت طلقت، يخاف من الله يا أخي، خاف من الله، أنت تبقى معها بالحلال أم بالحرام؟ كيف تأتيها أنت؟ عشرات مئات ألوف من الناس والعياذ بالله واقعون في هذه القضية، واقعون في هذه القضية، ولعله طلقها 50 مرة في حياته ولا يزال زوجا لها، ثم يقول ذهبت فأفتوني، من الذين أفتوني؟ وعلى أي أساس أفتوك؟ إنا لله من محل بهؤلاء المسلمين. سبحان الله العظيم. لم يكن الطلاق يوما لعبة في أيدي الناس، ولما صار لعبة صرنا نرى آثاره على البيوت، والعياذ بالله. إذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته مرارا وحرمت عليه ولا يزال باقيا معها وباقية معه، فما الذي يجري في هذا البيت؟ هو بيت سيستمر على الحرام، فبالتالي المشاكل لا تزال قائمة فيه لأنه استمر على الحرام، لم يعد مؤسسا على الحلال. هذه مصيبة يا أيها الشباب الذي يقدم على الزواج، يا أيها الرجال المتزوجون، هذه البلية بلية الطلاق، حذاري منها. إما أن تكون متعقلا متيقظا قبل أن تتفوع بها، وإما فاكتمها ولا تقلها، سواء حرضتك الزوجة على قولها أم لا، سواء كنت منفعلا أم لا، فكر قبل أن تتفوه بها، فإنها من أعظم الكلام ويترتب عليها بلاء عظيم. عليك أن تدفع لها مستحقاتها، وعليك إن طلقتها للثالثة أن لا تبقى معها. أتستطيع هذا؟ فحيها، أطلق وامضي. لا تستطيع فكيف تتراجع عن شيء أنت فعلته وصنعته بيدك؟ سبحان الله العظيم. لما كانت الأمور أكثر انضباطا في أسلافنا، كان بعضهم يطلق، لكن يطلق وانتهت الحياة، والمرأة المطلقة يحل لها بعد قضاء عدتها أن تتزوج وتتيسر لها سبل الزواج، والرجل يسعى في زواجه وتتيسر له سبل الزواج. قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن نحن في هذا الزمان، أؤكد، للأسف بسبب التساهل في أحكام الشرع، الزوج نفسه يذهب ليبحث فيقول ما عندي أتزوج مرة ثانية، طيب ما عندك لما طلقت؟ والزوجة المطلقة إن لم تكن هي سببا في طلاق نفسها، إن لم تكن كذلك، ينظر لها كثير من الناس نظرة شزر، أي طلق أم طلق أو أحد يقرب، إذا طلق يعني ما فعلت فاحشة، ما ارتكبت منكرا، المرأة طلقها زوجها، ويحل لكل إنسان أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها، فلماذا ينظر المجتمع أيضا إليها نظرة استصغار وبعد وانحراف عنها؟ سبحان الله العظيم. فإن لم يكن المجتمع مؤهلا لهذا فليحذر، فليخف الله من يقول هذا الكلام. سبحان الله العظيم. قلت في سلفنا الصالح كان أمر الطلاق موجودا، لكن ميسرة سبل تجديد الزواج للزوج والزوجة، أما الآن فمعسرة، فلذلك يزداد خطر الطلاق في زماننا. لما يعسر أمر الزواج يزداد خطر الطلاق، لما؟ لأنه ليس أمرا سهلا الإقدام عليه مرة أخرى. سبحان الله العظيم. يا أيها الأحبة، حاولوا أن تطلقوا هذه الكلمات وترسلوها إلى من حولكم، أنتم الآباء، أصل إلى أخواتنا الأمهات، بناتنا الآن أسمع أيضا بعض الشابات بعد شهر تقول له لزوجة طلقني، ما عجبتني الحياة، كنت عند بيت أهلي أحسن، يعني كنت في مجلس، إن شاء الله ظن أنه هون أيضا الحياة يعني كلها سكاكر وعسل. والزوج أيضا يقدم على الزواج وهو ليس مؤهلا لشيء، فإذا أقدم على الزواج تندم وظنها شيئا وخرجت له شيئا، طيب أيضا شرعت لنا وسائل للدراسة والبحث قبل أن نتزوج. فأسمع الآن حالات من الطلاق بعد شهر، بعد شهرين، بعد أسبوع، يا الله ما الذي يجري أيضا؟ ما هذه المصائب؟ بعد أن تكلفوا كثيرا وبذلوا في هذا الزمان يعني شيئا لا يقارن، لا يصدق، من المبالغ الهائلة، ثم بعد ذلك أيضا يحصل الفراق، ما هذا الذي يجري يا أيها الكرام؟ لذلك فلنحاول أن ننشر ثقافة الابتعاد عن الطلاق ما لم يكن سبب مأذون به شرعا،
استحالت الحياة فحيها لك، لم تستحل الحياة ليس تساهلا ولا اعتباطا ولا هكذا رميا للكلام على عواهنه، وإنما هو حل لفصم عرى زوجية لم تعد قائمة على المودة والرحمة. رزقنا الله تعالى أن نحفظ ألسنتنا وجوارحنا من كل ما يبعدنا عنه، وحفظ لنا بيوتنا وبيوت المسلمين. الحمد لله رب العالمين.